مرحبا بكم. اليوم حنعمل مخلل اللفة، حنحكي كل الأسرار والطريقة الأصلية مخلل اللفة، طريقة سهلة وسريعة. يلا على الوصف. اللفت في أنواع وأصناف مختلفة من اللفت حسب البلد، استخدموا النوع المتوفر عندكم. هو نفس الطريقة والنتيجة نفس الشيء، النتيجة استخدموا النوع المتوفر عندكم. نعمله إلى أصابع أو بالشكل اللي أنتوا بتحبوه، اعملوا القطع. هيك عملنا كل الكمية تقريبا 2 كيلو. أنا عملت ممكن نعمله بالقشر أو بدون القشر، اختياري. البنجر ناخد قطعة كبيرة من البنجر ونعملها إلى قطع صغيرة. السبب البنجر بناخد منه لون طبيعي وهو بديل عن السكر. في ناس بتوضع سكر، احنا بنوضع بنجر، البنجر فيه السكر وفيه اللون الطبيعي. وهيك بنوضع البنجر بالماء وبنشعل الحرارة. نوضع لكل كوب ماء معلقة كبيرة ملح، 10 كوب ماء 10 معالق ملح وهكذا. والخل نفس الشيء، لكل كوب ماء معلقة كبيرة خل. وبنحرك عند بدء الغليان، بنغلق الحرارة وبنرفع الوعاء عن الحرارة وبنوضع اللفت وبنغلق الوعاء وبننتظر لليوم الثاني حتى يبرد تماما. ممكن نعمل أي نوع خضار متوفر عندكم، أي نوع خضار بنفس الطريقة. اعمل أي نوع خضار، ولكن الفرق إنه هذه الطريقة ممكن بعد يومين نأكل من الخضار يكون ناضج بعد يومين، ولكن اللفت بياخد وقت أكتر، تقريبا حدود 10 أيام أو أكتر أو أقل حسب حرارة المطبخ. ممكن نوضع بالعودان، نوضعه عودان الشواء أو عود الأسنان. نفس الشيء لكل كوب ماء معلقة ملح ومعلقة خل، لكل كوب من الماء حسب ما بدكم تعملوا كمية. نفس الشيء ممكن نستخدم الخل، خل التفاح، الخل الأبيض. هيك أغلقنا الحرارة، بنغلق الحرارة وبننتظر حتى يبرد تماما لليوم الثاني. هيك أصبح جاهز لليوم الثاني، يعني ممكن اليوم الثاني ناكل منه، يعني هذا السريع. بنحطه في عبوات زجاج تكون معقمة وتكون نظيفة. نوضع المحلول الملح مع الخل، وهذا اللفت في اليوم الثاني. بنصفي المية عشان نقدر نستملكه. نوضع في العبوات ما بنعب آخر الماء، بنخلي تقريبا حدود عقلة أصبع تقريبا فارغ من الماء، ما بنعبيه على الآخر. مدة الاستواء تقريبا بيأخذ حدود 10 أيام، ممكن أكثر ممكن أقل حسب حرارة المطبخ. في أمان الله.